أهل المدينة، أنا حابة اليوم يعني لكم إني أنا عن جد حلقتي مميزة بفيفا لا فيدا. كتير فخورة أني رح أستقبل سيدة سورية يعني جدا راقية، فنانة تشكيلية، خليني أقول أنه هي من أبرز الفنانات بالعالم العربي كله، ومو بس بسوريا وحتى عالميا. يعني هي موجودة بكتير أماكن مثل معرض وايت شابل بلندن، وبكتير أماكن هي كانت موجودة. هي مرت بحياتها بكتير مراحل وعبرت عنهم بالفن، طورت من نفسها ولساتها عم تعمل شغلات حلوة. مبارح حضرت لها معرض بجنن هون بدمشق، قلق شك يقين. بدي رحب كتير فيكي سيدة أسماء الفيومي، نورتينا ونورتي المدينة. الله يسلمك يا رب، شكرا كتير، وأنا برحب فيكم كتير سعيدة لأني أنا معكم ومعك أنت بالذات. شرفت فيك يا قلبي، نورتينا. هلأ أنا حابة أحكي نبلش من العائلة عندك، كيف أنت وصغيرة بلشت هالقصة، بس مستوقفني كلمة قلق شك يقين. يعني كلاتنا قلقانين وكلاتنا شاكين، بس اليقين بشو؟ اليقين بأنه الدنيا أحسن ووطننا حيطلع من كل هالقصص، هذا اليقين. وأنا متيقنة تماماً سوريا عمرها ما بتموت وعمرها ما بتركع، وطول عمرها بتوقع كتير وكتير حروب. ونحن بنعرف سوريا من قبل التاريخ، وبنعرف إنه دمشق أقدم مدينة بالتاريخ مأهولة لازالت، وكل هذا وقديش إجاها غزاة وعالم ووقعت وضلت تقوم. صح، ويقينا رح تقوم. بس صراحة أنا حاسة الفترة بالتاريخ يعني لسه أقوى من هولاك وأقوى من كل شيء مرق علي، أو واحدة تاريخيا يعني. فعلا هذه الفترة كانت كتير عصيبة. نحن عنا عدو زرعولنا إياه من 48، وهذا العدو يعني لازم نخلص منه لحتى فعلا نقوم مزبوط. فنحن كل ما قمنا هذا العدو بيرد بيعمل شغلة إنه يقومنا مرة تانية. يعني مو قليل العدو اللي علقانين معه بصراحة. أبدا أبدا، عدو تاريخي حتى، وعدو ما يعني مزروع وما إلنا علاقة فيه، وعدو ماسك الدين وهو مو متدين. no. ويعني بيشجع الطائفية وبيشجع الحروب وأصابيعه دايما تلعب فينا، ونحن دائما عم نقدر بالأخير نقدر نقوم منها. لكن فعلا هي الحرب الآن أنا بحسها مصيرية، يعني يا نحن يا هو. هلأ تعرفي كانت مقدمة البرنامج كنت عم قلهم أنه إذا لاحظتي ما عندهم هن الرسام مشهور، ما عندهم مغني عنده إحساس عالي، ما في كتير شغلات بس نحن عناها، ما عندهم الروح يعني. فمشان هيك أنا بحس أنه ممكن عن جد حننتصر آخر شيء. هن ما عندهم، هن مصاري، بس مصاري حيادف مصاري. لا، وبيسرقوا حضارتنا، بيسرقوا آثارنا، تبولة بيدعوها، وبيسرقوا حتى قرآننا، بيسرقوا كل شيء، بيسرقوا كل شيء وبيشوهوا كل شيء إلنا. ويعني عدو فعلا مو مجرد عدو قاتل ومجرم، عدو فكر، عدو ثقافة، عدو استحاشتهم مو مستاهلين من وقتنا. خلينا نحكي أنا وياكي عنك أنتي، عن الفن، عن الثقافة اللي بتميزنا عنهم. طبعا مدام أسماء أنتي لوحاتك موجودة بالمتحف الوطني، موجودة ببرجيل، بمؤسسة برجيل بالإمارات، أكيد بكل مكان بلندن كمان مثل ما حكينا بالوايت شابل، وهلأ هذا المعرض اللي عم تعمليه. من جوا أنت وصغيرة صغيرة، حكي لي عن عيلتك أكتر، حكي لي كيف بلش هذا الفن جواتك. أنت مرأتي مراحل فن كتيرة يعني. حقيقة العيلة إلها دور كبير، لأنه فعلا لأنه والدي قارئ جدي كتير وإله كتب، وهو شاعر نوعا ما. كنت تقري شعره؟ اقرا الشعر، وهو يعني كان مهتم فينا نحن كاولاده، يعني يقرا لنا شعر دائما. حافظ، عنده حافظه عظيمه، يعني ممكن يقول 1000 بيت بقعده، كثير عنده ذاكره قويه، كثير عنده. فانا اساله ايام سؤال فيقول لي بتفتحي الكتاب مثلا لعقد الفريد على الصفحه الرقم كذا على اليمين بتلاقي هي القصه. يا الله الثقافه. كان عنده بصيره
وبنفس الوقت هو كان بيحب الفنون، كان عنده سينما، كنا بعمان فترة، سينما الفردوس، سينما الفردوس، وضلينا يعني فترة، كنت أنا طفلة صغيرة فنحضر الأفلام وهذا شيء يعني خاز بالنسبة لنا كأطفال. يعني ما في فيلم يمكن روحته على حالي. حلو. وحتى على الأسطوح يمكن كان في شيء تعملوا؟ كان في على الأسطوح إيه، كان عنده مثل كافيتيريا كبيرة، بس هاي الكافيتيريا يصير فيها عروض أحيانا لفرق مصرية لشغلات له علاقة بمصر، هو لأني كان يجيب أفلام، هو والده مصري جدي، أنا فيومي بيت الفيومي، هو والده مصري، فكان يطلع على القاهرة ويجيب أفلام، يروح على شركة فوكس لأن بعمان ما كان فيه شركة أجنبية وكذا، فيروح يجيب أفلامه، وكانت أفلامه مميزة، يختار يعني لما يكتب أن يقول المختار، المختار من الأفلام بسينما الفردوس المختار، فكان كتير حتى ينتقل. يعني بهديك الفترة يعني كان يجي حتى من فلسطين، وكانت فلسطين يجي ناس ليزوروا ليشوفوا فيلمه ويرجعوا، فكتير كان ذواق يعني. بتنسبي لوالدك إبداعك أول شيء؟ هو الوالد إيه أكتر شيء، وهو ثقف والدتي وعلمها كمان، وهي كانت عندها رؤية كمان، فيعني هي العيلة مثل ما بتقولي العيلة. وبعدين هن أنا لما كنت أرسم كان ينبسطوا إنه عم برسم، فأنا من الطفولة برسم، بشتغل هيك شو ما كان قدامي لازم أعمل شيء، بحب العمارة، بحب الرسم، بحب الألوان، فهذا الشيء بيخلق مع الإنسان. كان عندنا حديقة صغيرة قدام البيت، فأنا من الورد أعمل أحياناً هيك بيوت هندسة يعني هيك شيء، فيعني هي تاريخ الطفولة يعني. ولما جينا على الشام، كنا بعمان لسبع سنوات، لما جينا على الشام، الشام جميلة جداً. أكثر لوحاتك اللي بلشتيها كانت عن دمشق أو أماكن من سوريا، بعدين قلبتي عشيتا نحكي على الفنون الجميلة. الفنون. فاتح المدرس كان كان طبعاً إحنا لما دخلنا على الكلية كان أنا من الدفعة الثانية، يعني الكلية كانت مؤسسة جديد، فكان في دفعة قبلي وأنا الدفعة الثانية كنت فيها، وكانت الكلية كان مو بالدفعة الأولى كان في أساتذة مصريين هن اللي أسسوا هذه الكلية، بعدين بالدفعة الثانية لا كانوا أساتذتنا مثل نصير شورى، مثل ناظم الجعفري، فاتح مدرس، لؤي كيالي، هالأسماء الكبيرة درسونا. كان دراستنا نحن خمس سنوات أو بدنا نقول إلا شوي يعني أربعة ونص، فكنا ندرس سنتين إعدادي، يعني نعمل ديكور، نعمل جرافيك، نعمل رسم، نعمل نحت بالسنتين الأوائل نسميهم إعدادي، بعدين السنتين ونص الثانيات تخصص. أنا تخصصت رسم زيتي، وهو هذا كان هاجسي، يعني أنا دائما بحب أرسم، يعني هذا هاجس. حتى اليوم كان عم يقولوا لي خلاص بكفيكي هالقد، قلت لهم لا ما بيكفيني ابدا اطلاقا. طيب كان في قريت شيء انه كان في يمكن حدا تلياني رسام جويدو لريجينا. نحن بالسنة الثالثة بعد ما كنا تقريبا ختمنا قصة الكلاسيك، الرسم الكلاسيكي، ويعني وكان عندنا مكتبة رائعة بالطابق الأرضي ونحن فوق، فكنت انزل على المكتبة واطلع وشوف، وحب انا بحب اعرف، دائما بحب اعرف. فلما اجا وتجريدي هو وقال مو ضروري نبدا، فكل الطلاب وكلياتنا انه شو ما نكمل، نحن صرنا بهالمرحله هي وعم نرسم بورتري صح وعم نرسم، فنفوت بالتجريد يعني هلا معقول. مشروع تخرجك تجريدي كان؟ تجريدي. يعني بالبدايات ما حدا اقتنع، بس انا مثل ما عم لك بحب اعرف، فبدي اعرف شو يعني تجريد. فيقولنا مثلا في اشياء ما كانت تنقال كأساتذة، إنه يحطوا موديل ونرسم الموديل، ونحن على أيامنا كان موديل حي، يعني مو بس طبيعة صامتة وكذا، في موديل قدامنا. إيه كانت الكلية كتير أحسن من هلأ برأيي، حتى كان عنا موديل عاري، وهذا كان يعني ضل يدعو علينا بالجوامع لحتى بطلوها. فكنا نرسم لأنه جسم الإنسان بيعلمك كل شيء، هو الأساس. فلما إجا لريجينا فقال في شيء اسمه كومبوزيون، يعني تكوين، عمارة، كنا ما نعرف نحن، نشوف الموديل ونرسمه. عمارة يعني أنت بدك تبني، فابني الشكل، وبعدين في شيء اسمه لون بتلوني، في شيء اسمه خطوط، في شيء اسمه
بقعة لونية، في أشياء كتير ما كنا يعني ندركها بهال، هي موجودة يعني مفاتيح. ولكن عطانا المفاتيح الصح وبأسمائها، فصرنا نعرف شو معنات مثلا التونات. يعني إذا أنت عندك فرضا أحمر، في كذا لون للأحمر مو لون واحد، قربنا شوي من الموسيقى. لذلك صار تجريد أنا بهديك الفترة، وأنا بحب الموسيقى طبعا كتير، قربت من الموسيقى، يعني صرت أرسم انطلق من الواقع. أنا هيك 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 حكيت بمشروعي، إني أنا عملت موضوعي اسمه نساء، بس هو بالأخير تجريد، بس هو لما رسمته بالبداية سكتشات كان عبارة عن نساء، والمشروع كان مترين ونص بمتر ونص، مشروع كبير. بس هدول النساء أنا برجع بحطمهم تحطيم الأشياء واختراع أشكال جديدة. يعني أنت بدل ما يكون الوجه هيك ممكن يكون هيك مثلا، تخترعي شكل أنت بدك إياه، اخترع أشكالي أنا يلي هي مغايرة لأشكال صديقي أو الرسام الفنان اللي معي، أشكاله مختلفة، كل واحد يشوفها من زاوية، ما في واحد بيرسم مثل الثاني أو شكله مثل الثاني. وهون بتصير الفردية، أني أنا ما حدا بيشبهني وأنا ما بشبه حدا، لأني أنا برسم الأشياء اللي أنا بتطلع من جواتي. فهذا طلع من هون بدأ التجريد، وعملت معرضي بصالة الفن الحديث العالمية اللي كانت بشارع الفردوس، وكانت الصالة الوحيدة بسوريا يلي بتعرض تجريد، يعني معارض حداثية. وعمل ضجة المعرض لأنه طالبة من الكلية متخرجة هلأ وعم تعمل معرض تجريدي، وبالوقت اللي لسه الناس ما استوعبت هذا الشيء من الفن. فمن هون البداية، وبعدين في شغلات كتير صارت. شو صارت؟ انتقلتي للتعبيري بعدين، وبحس انه بتأثر عليك الأوضاع السياسية والاجتماعية. انتقلت لأني فعلا حسيت اني كنت عم برسم الجمال، جماليات هي، لما ترسمي انتي الأحمر والأزرق وموسيقى، هذه جماليات، جمال. بس أنا لما اجت 67، حرب 67، وأنا تأثرت، أنا من الناس اللي بتأثر كتير بما يجري حولي، يعني مثل ما بيقولوا، فتأثرت كتير. أنا مو سياسية ولا مو سياسية، ولكن أنا بحس بالعالم حولي. ففجأة لما شفت أنا الدمار والقتل، بلش تحط عيون، وعيون كبيرة، حط عيون إنه مدهوشة، إنه شو عم بصير، شو عم بصير بالعالم، شو عم بصير عنا. فبلشت التعبيرية تبعي، وحسيت إنه بلشت اتواصل مع الناس أكتر، وأنا بحب الناس، بلشت اتفاهم أكتر، بلشت، لكن على طريقتي. أنا ما ضحيت بأسلوبيتي، لا، ولكن طورتها لأصل لقلوب الناس، وطورتها 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 لحد ما وصلت الآن للتعبيرية، ولكن ضمن مفاهيمي التجريدية. ما استغنيت أبداً أبداً عن أني يكون ابني لوحة بناء كامل، ما استغنيت أني والله لا ضحي بالبناء وضحي به، لا، لازم اللوحة تكون مبنية، لازم لازم جداً جداً. اللوحة إلا بنيانها، هي عمارة، هي عمارة عم ببني بناء، وبعدين ادخل أنا الإنسان، ادخل الأشياء، ادخل التعابير. وبعدين أنا بكره كتير يعني الأشياء التوضيحية أو كتير واضحة، اللي كتير واضحة. لازم المتلقي يتعب معي شوي ويلحقني، أنا بعطيه إشارة، بعطيه دلالة، وبقول له الحقني شوف أنا شو بدي بالأخير، فهو بيتمتع كمان. وأحياناً بيعطيني فكرة هو جديدة، بكون أنا مو بقولي أنا شايف هيك، أيه أنا بطلع هيك مزبوط، والله فكرة حلوة مثلا، تمام. عرفتي؟ فبخلي المشاهد يشاركني، وأنا هذه كتير بحبها، المشاركة، إنه أكون أنا على تواصل دائم مع المشاهد. تمام. طبعا أنا مبارح تشرفت وحضرت معرضك ب Art Vision Gallery by نور سلمان، ورحت شفت اللوحات، شفت لوحاتك القديمة كمان، بس شفت اللوحات دافية ألوانها، يعني هيك شوي شوي حامية الألوان، ولاحظت أنه دائما في طفل وفي إيدين بالصورة، وفي مرأة، ما في رجال دائما. شو دائما؟ هو الأمومة أنا عندي كتير مهم، تعني لي كتير.
نحن الله يحملك ولادك، عندك 4 صبيان ما في بنات؟ ما في بنات. أوكي. فأنا دائما بقول هيك درسنا، كان عنا مادة اسمها ميثولوجيا، الأساطير وعلم الأساطير وهي الشغلات، وأنا غرقت فيها فترة طويلة لأن أنا بحب، أنا خيالية شوي. فكنت بالأساطير بيقولوا إنه المرأة هي الأرض وهي الخصوبة، والرجل هو السماء، هو والأرض والسماء لما بيتزاوجوا بيجيبوا الأولاد. ف شو حلو. إيه؟ الشجرات، الشجرة والأرض. فالأرض يعني لما برسم المرأة بكون عم برسم وطني، بكون عم برسم بلدي، هالوجه هذا سواء حزين أو فرحان أو كذا حسب ما عم يجري حواليه من مآسي أو أفراح أو كذا. فبعدين الأمومة هي شغلة، هي الخلق، هي الخلق. يعني أنت لما تحطي الطفل هو المستقبل. فأنا لما أنا ما يعني ما بفتعل هذا الشيء، أنا بحسه. وبعدين أنا كتير قصة فلسطين أثرت في غزة بالذات، إذا بتلاحظي يعني معظم لوحاتي الكبيرة هي الضخمة حسيت عن غزة، لأني أنا عايشت هاي الفترة. ونحن عم نشوف أشياء يعني رهيبة ما ممكن. يعني أحيانا أنا بقول، وأنا هي هذا النتاج تقريبا معظمه السنة الماضية، فبيجي أيام بقول أنا خلص يعني شبعت مقاسي، بدي أرسم شيء حلو، لازم أرسم. شفتي يمكن في كم لوحة فيهن هيك، أي اللي جوا، اللي جوا في كم لوحة حلوة هيك، وبدي أرسم هيك شيء جميل، شيء هذا. بس في شيء بيطغى علي، ما بشوف إلا رسمت هذه المقاسي لأن هي جواتي. شو رسالتك؟ تحسي رسالتك أنت؟ رسالتي إنه يا جماعة وقفوا شوفوا هالمقاسي، مقاسي يعني هل بيقولوا لي شو القلق؟ ليش نحن مو عايشين بالقلق؟ هذه حياتنا كلها قلق، من وقت ما خلقنا لهلا نحن عايشين بالقلق. بقول انا عشت 48، بتذكر انه كنت طفله صغيره، وبتذكر انه كان طيارات تطير بعمان، كنا بعمان وتطير وترمي قنابل. عشت 56 بورسعيد ونحن كنا شاركنا فيها، عشنا 67، عشنا 73، عشنا 80ات، عشنا حروب، حياة أكشن، أكشن كلها وحروب وكذا، وكان في أطفال عم بتموت، وكان في، وكنت دائما خايفة على أولادي بالمدرسة، كانوا مثلا باللعيك لما صار ضربة مرة، وكانوا بالباصات، وقام الباص وقعد. يعني كان نحن عايشنا بشكل كتير كبير جيلنا. أنا بقول جيلنا هو الجيل المخضرم يلي عاش هالحروب كلها. بس شفتوا سوريا الحلوة، شو بتقولي للجيل الجديد هلأ اللي ما شاف سوريا أصلاً الحلوة؟ لا والله ما شافها. فبقول إنه سوريا كانت حلوة ورح تصير حلوة. أنا بيجوا أحفادي لعندي، أحفادي للأسف بأمريكا، فلما إجوا السنة لعندي هلأ لما بقول لهم لوين بدكم تروحوا، أو أبوهم بقول لهم سوريا، لأنه شافوا الجانب الحلو من سوريا، الجانب العاطفي. أمريكا ما فيها شيء. أنا برأيي يعني أمريكا عبارة عن استهلاك دائم دائم دائم. في جمال طبيعة بس هن مو عايشينه، هن عايشين شيء تاني صراحة. مثل سوريا ما في أبدا، ما في. يعني أنا رحت كتير وإجيت كتير وما خليت بس مثل فعلا سوريا ما في. وهلأ أولادي مثلا برات سوريا بيقولوا لي إنه تعالي وشو بدك بهالحروب وشو بدك لون أبدا. أنا أترك بلدي وهي مريضة؟ لا، لما تتعافى بسافر، إذا مو معافاية لا. طب حضرتك عملتي 50 معرض مشترك، عملتي يمكن 20 معرض فردي؟ عملت كتير والله ما بعدهم تقريبا يعني كتير كمية كبيرة. أي أكتر واحد انبسطتي فيه؟ حسيتي أنه هون تقدروا لوحاتك أكتر شيء من وجهة نظر الفنان؟ أكيد أنه دائما مقدرين، بس شو هو التقدير بالنسبة لك؟ أنا هلأ المعرض الأخير مع نور، ست نور، كتير تقدر حقيقة، وكتير كان حلو والمكان جميل جدا. وهي السيدة نور، أو لنقول الآنسة نور نور، هي إنسانة كتير واضحة وإيجابية،
وأنا هذا الوضوح والإيجابية هذا يعني عندي منه، فكتير انسجمنا بشكل لا يصدق. إنه أنا هيك إحساسي، ما بعرف هي كيف، بس إحساسي إنه انسجمنا كتير وكتير كان حضور حلو. والحلو إنه الحضور كله فنانين وكله متذوقة وكله ناس بتتذوق الفن، هذا كتير شيء جميل. لكن في معرض تاني رح أحكي عنه عملته، كان اسمه ورق، عملته بتجليات. هذا المعرض أنا ما ذكرت لك أني أنا اشتغلت 34 سنة بالتلفزيون كمهندس ديكور، وكان زوجي غسان جبري مخرج. فاشتغلت. بدك تحكي لي قصة الحب كيف صارت هلا؟ لأن بعد شوي أنا ناخد بريك ونرجع تحكي لي عن قصة الحب قبل ما نخلص. ما في قصص. المهم فهذا المعرض تقريبا أنا عم سجل في حياتي مع أولادي، يعني أول وقفة لابني سومر البكري. هذا ورق، هذا الورق أوكي. هو اسمه ورق. أو فأنا بهديك الفترة السكتشات أسهل من رسم لوحة كبيرة، لأن عندي أولاد ومشغولة وكذا، فكنت سجل كل شيء حواليي. أنا من الناس اللي تقريبا عاملة مذكراتي على رسم. فرسمي أول وقفة لما فرفده هيك يرفع رجلي، لما هاي الأمور الطفولية الرائعة يلي كتير حلوة وهي بلحظة وبتروح. يعني هو لما بيوقف أول وقفة يا دوب ثواني بيوقع لأنه ما بيبقى متمالك نفسه. هاي هذا المعرض كتير كان بحبه لأنه هو مثل كأني عم بقرأ ذكرياتي. في شغلات عن التلفزيون، في مثلا مسلسلات كنت أنا أعمل التيترات هذا، ففي مسلسل كان اسمه القيد، أنا أخذت امرأة ودائما قيدها وهيك هيك يعني هيك الرسوم. فكان أنا أحس إنه كتير معبر، كتير بيعبر عن أشياء منفكر فيها ومنشوفها. هذا المعرض ورق بحبه، في كتير معارض حبيتها، بس هلأ هدول بالأخير يمكن لأنه هلأ عم ينعملوا. يعني ورق قبل سنتين، وهذا قبل اشتغلت مع أيام أنا فترة طويلة بجاليري أيام، جاليري عملت معارض حلوة، عملت معارض ببيروت. يعني أنا يعني ما بيطلع المعرض ما بعمله إذا ما كنت رضيانة عنه. ومدام هلأ حضرتك مستقرة بسوريا؟ إيه طبعا. يا الله طبعا. وعندك كل هالأمان كانت روحي له؟ طبعا. خليناك عن جد يعني تعطينا أمل على فكرة. لا لازم، أنا ما بترك سوريا. كنت بأمريكا لما انضربت، أنا بالمزة ساكنة، لما انضربت الصبارة وأنا بيتي على القريب يعني. فلما انضربت وأنا بأمريكا صرت أبكي إني كيف أنا أترك البيت، بس أولادي ما كانوا عم يخلوني أرجع، بدي أرجع شوف بيتي شوف بلدي شوف ليش عم تنضرب، يعني بدي عيشها، بدي أعيش هاي اللحظات ما بدي أتركها. ورجعت. ومرسمك جوات البيت؟ إيه عندي مرسمين، أنا مرسم على الأوتوستراد بمراسم الفنانين ومرسم ببيتي، بس برسم بالبيت. بالبيت. بإني أعرف من خبرتك أكثر الحياة، شو هي الحياة بالنسبة لك؟ شغل. شغل. عمل. لا تخلصي. في مرة قريت لسارتر كلمة كتير حبيتها، للتخلص من اللاهدفية العمل. يعني أيام ناس كتير بيقولوا ملينا ما في شو بدنا نعمل كذا، العمل بخلصك من كل هاي الأسئلة. فأنا يعني لب الحياة هو العمل، والعمل حتى بديننا جهاد. صح. فالعمل هو أهم شيء، والحب، الحب، حب أهلك، حب الناس، حب الوطن، حب الأطفال. أنا لما أشوف طفل قلبي من جوا بيفرح. أنا بحب الأطفال كتير على فكرة، ولما برسمهم لأني بحبهم، أنا بحبهم كتير ويعني من كل قلبي بزعل لما بشوف أطفال مشردين أو. فالحب، السلام، العمل، كل هالأمور هي أحلى شيء بالدنيا عن جد. أولادك عسيرة الأطفال وين هلأ موجودين؟ بعرف حدا منهم فات بالفن. عندي زيد جبري ومعروف بعتقد هون بيعرفوه بالمعهد، هو موسيقار وموسيقار ومؤلف موسيقي ومؤلف نظريات، وأخذ 2 دكتوراه وبيدرس بأكاديمية معروفة ببولونيا،
وأعماله بتنعزف بالراديو، بتنعزف بنعزفة السنة الماضية بنيويورك، عمل عمل عن العنصرية بجنوب أفريقيا، عمل عمل دائما أعماله هادفة، عمل عمل عن مدن الملح لعبد الرحمن منيف، أوبرا والتاني أوبرا كمان، وبتنعزف أعماله بأهم صالات العالم. فهذا فنان. في عندي واحد مهندس كمبيوتر، مهندس ومبرمج كمان وعنده شركة، وهيك واحد مهندس وواحد يعني هيك أولادي. يعطيهم ألف عافية ويعطيكي ألف عافية على التربية مع هالإنتاج الفني العظيم. وكنت أعرف عن قصة الحب بس حنحكي عنها تحت الهواء أنا وياكي مع زوجك. بس يعني بالنهاية إذا غمضت عيونك وفقتي بكرة الصبح على سوريا، شلو بتحلمي لسوريا تكون؟ بحلم شوفها مثل ما كانت قبل 10 سنوات، 12 سنة، قبل 14 سنة، تمام، قبل 2010، قبل ما تصير هالمشاكل هاي. كانت سوريا طالعة 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 بشكل رائع وجميل. حتى مين ما يجي على سوريا يقول يا الله يعني الحياة عندكم كتير حلوة، كل شيء موجود، كل شيء رخيص، كل شيء تحت اليد، جميلة. يعني سوريا القديمة، دمشق القديمة، دمشق الجديدة، حلب، أسواقها، حمص، سوريا تنوعها الجغرافي، مدنها المنسية، بسموها المدن المنسية الموجودة بسوريا، زرتها كلها، المدن جميلة جدا، مثل إبلة، مثل سرجلة، مثل زرتيهن كلهم زرتهم. أنا مغرمة بالآثار ومغرمة بتدمر بشكل، أنت بتتذكري انتقام الزباء أو الناس، أنا تدمر زرتها شي 10 مرات، تدمر جميلة، سوريا كلها جميلة بآثارها، بلغتها، بناسها، ناسها، ناس سورية غير ناس، صح. وين ما بيروحوا بيرفعوا الرأس. فسوريا ما بنقدر نقول غير كلمة. طيب يلا أمشي نروح على المعرض هلأ بعد البرنامج ونشوفك شو عم يصير، شغلات جديدة. بتشكرك كتير، نورتينا، وأهلا وسهلا فيك بذيرة لذيذة. شكرا لكم كتير، متشكرة، شكرا. تحية الحياة، تحية أسماء فيومي. أهلا.